السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو آخر ننقله لكم من حسابنا على سناب شات. من فترة كتبت تغريدة على تويتر قلت فيها أنه حاول قدر الإمكان أنه تصلح سيارتك في مكان واحد، لا تنقلها في أكثر من ورشة. طبعا أقصد بهذا الكلام عملية الإصلاح وليست الاستشارة، إذا بتستشير ممكن تمر أكثر من ورشة. جايب لكم اليوم مثال على عطل بسيط يفترض أنه تصلح، ومع ذلك من ورشة لورشة لورشة كل ماله العطل يكبر وطلعت عنده مشاكل أبدا ما لها داعي. عميل جاب لنا فورد اكسبلورر موديل 2006، طلب مننا انه نغير له الكمبيوتر بناء على تشخيص ورشة اخرى، وبعد ما فحصنا السيارة لقينا انه اصلا الكمبيوتر مو متعطل نهائيا. نخليكم مع عملية الفحص والاصلاح، لا تنسوا اللايك وتنشروا المقطع اذا المقطع يستاهل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يوم الاكسبلورر، عندنا الاكسبلورر هذا جايبه صاحبه ما ترك ورشة، وللأسف كل أحد يخبص فيه ويخرب له كم شغلة. فبنبدأ نفحصه ونشوف إيش مشاكله. الآن السيارة نهائي ما تشتغل، كانت سيارته تمام بس الدعسة تعلق، بعدها صارت ما تدوس، بعدها صارت ما تعشق، بعدها صارت ما تشتغل. فلان وصلتنا بحالتها هذه، بنشغلها أول بعدين نشوف إيش مشاكل الدعسة بعدين نشوف إيش مشاكل الكير. طبعا بناخذكم معنا يا شباب في جولة من البداية. لاحظوا لمبة السكورتي لما افتح السويتش مفروض 5 ثواني وتطفى، هذه 1 2 3 4 5، بعدين ايش صار؟ ما طفت ولكن علقت. لو المفتاح مو مبرمج بترمز، لكن المفتاح مبرمج لكن في خلل ثاني في السكورتي. الدليل السيارة تدق سلف، اذا المفتاح هذا غير مبرمج السيارة ما تدق سلف. اذا يا عدد المفاتيح المبرمج اقل يا البرمجة فيها خطأ. فايش بسوي الان؟ بستخدم جهاز الفحص بروح افحص السيارة واشوف ايش الاكواد اللي موجودة اولا وبعدها اكرر. فابغاكم تتابعون معي باذن الله خطوة بخطوة للسيارة هذه الين نشغلها وبعدها نتابع بقية المشاكل. طبعا الكلام هذا اللي قاعد اقوله ما ينطبق على كل السيارات، كل سيارة ولها يعني سيناريو للعمل. فالسيناريو حق العمل في السيارة هذه هذا هو لمبة السكورتي، لازم تعلق 5 ثواني بعدين تطفي بعد ما نفتح السويتش. الآن اللمبة وضعها مو طبيعي، فبنفحص أول شيء نظام السكورتي. طبعا في كمبيوترات منثرة في السيارة، هذا كمبيوتر ثاني، أدري عشان الإضاءة مو واضح، فما أعرف اللي قبلي وش سوى. لازم أحل مشاكل اللي سووها للأسف الورش الثانية وبعدين نرجع للمشكلة الأساسية. طبعا هم قالين له الكمبيوتر عطلان، بس بالله يطالعوا معي هنا التي سي سي جوات الجير الشيفت سولونايد 1 اللي هو اي واثنين وثلاثة، يعني اصلا السيارة فيها مشاكل في ضفيرتها والله اعلم هذا فيما يخص الجير. ولكن بالنسبة للمشاكل هذه ما في واحدة منها تمنع السيارة انه تشتغل. الان انا فاحص ايش؟ فاحص الباور ترين اللي هو المحرك. طيب بروح افحص ايش؟ بروح افحص الاي سي اللي هو الطبلون حق السيارة. ليش قاعد افحص الطبلون؟ لان السكورتي حق السيارات هذه موجود في الطبلون. طبعا لاحظوا يا شباب ايش قاعد يقول لنا هنا، انه عدد المفاتيح المبرمجة اقل من 2، علشان كذا السيارة مو راضية تشتغل. ولكن في هذه الحالة ايش نقول؟ نقول مفروض ان السيارة ما دقت سلف. طب ليش دقت سلف؟ لانه 100% الكهربائي اللي قبل مولف له خط خارجي للسلف علشان العميل ما ينتبه انه سيارته اصلا ما صارت تدق سلف. وراهن لو فتحنا الكبوت الان وشفنا كتاوت السلف حنلاقي فيه خط اضافي، اذا السيارة ناقصها مفتاح علشان تشتغل. طيب يا شباب لاحظوا هذا مفتاح حديد سننته على السيارة، وراح احط جنبه مفتاح ثاني. السيارة في الحالة هذه اول مفتاح ثاني ينحط في السويتش راح يتبرمج. لاحظوا ايش بيصير وضع اللمبة، 1 2 3 4 5 ثواني انطفأت. شوفوا الآن ايش يصير، مباشرة اشتغلت السيارة، وهذا اللي كان ناقص في البرمجة. نروح للمرحلة اللي بعدها. دائما في الاكسبلورر اذا شفتوا اللمبة هذه لمبة المفتاح معناته في مشكلة لها علاقة اما بالجير او بحركة السيارة مثل الثروتل وغيره، بس مش حساسات في الماكينة، شيء اما في الجير اما في الثروتل وغيره، لكن ما لها علاقة بحساسات الماكينة الاخرى. طيب الان بعد ما شغلته سويت له ايش؟ كلير فولت كود، ابغى امسح كل الاكواد عشان اعرف المشاكل الموجوده عندي الان. لا خذ راحتك. هذا يا شباب الله يجزاك خير. نستاذن صاحب السياره اقول له بس دقيقه اصور للشباب
فلذلك يقول نعين ونعاون. المهم يا شباب، لما انفحصت الآن طالعت لي كل الشافت سولونايد، يعني باختصار شديد شبه انه كل حساسات الجير مو شغالة. تتذكرون اتوقع اشتغلنا كم اكسبلورر وصورنا لكم اياه في البودي فالف اللي موجود داخل الفيش حقه شوي صعب، فممكن الاخ اللي ركب ما قدر يضبطه 100% او تكسرت عنده بعض الاسنان، هذا الاحتمال الاكبر، ولكن هذا شغل ابو فارس، بيفك الضفيرة حقة الجير ويتأكد منها 100%. اذا طلعت الضفيرة سليمة راح نغير البودي فالف. طبعا هذه السولونايد فالف يا شباب، هذه السولونايدات اللي مسؤولة عن تبديلات الجير، وهذا الفيش حق ضفيرتها، طبعا مو حق السيارة، هذا موجود عندنا من اول بس قلت اوريكم اياه. الكنترول هذا مو شغال، فيا ضفيرته هذه فيها مشكلة يا الكنترول السولونايد فالف فيها خلل. طبعا للأسف انه العميل مغير كمبيوتر ومغير ضفيرة ومغير دعسة بنزين وبرضو ما زبطت سيارته، فماني عارف يعني، وودي يجوني عملاء زي كذا غير لهم كل شيء وعادي ما اشتغلت سيارته وشالها ودام على الثاني. يلا حيو سلمه، كيف الاكسبلورر؟ ما نبدع ما يكون طبعا. هذا يا شباب الاكسبلورر اللي كنت اكلمكم عنه قبل شوي، لاحظوا راحت كل الاكواد ما عدا اكواد الاكسجين سنسور، وبرضو اغلبها مو مركبينها. ايش كانت المشكله اللي غيروا علشانها كمبيوتر ودعزه ودنيا؟ مسمار 10 مرتخي. اللي وين؟ اللي على الحساس السولونايد فالف. نعم. اللي يعني انا تشخيصي كويس. تشخيصك 100%. الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. باقي ننزل السياره ونجربها، والعميل ان شاء الله حينبسط لانه كان حاط تكاليف تغيير كمبيوتر، كان يبغى يغير كمبيوتر. غير ضفيره اول شيء. والتركيب كان خاطئ. وغير الدعسه. والضفيره ما ركبوها صح. وهذه يا شباب اللحظه اللي قاعده تصير بسبب عدم معرفه الناس اللي تشتغل بنظام السيارة اللي قدامه، وكمان بسبب انه يعتمد فقط على فحص الكمبيوتر. لا، بعد ما تفحص كمبيوتر لازم تشيك ايش السبب. يعني ابو فارس تعب كثير، وهذا هو تحت السيارة وقاعد يشيك نقطة نقطة عشان نعرف ليش مو شغالة. مو شغلة نقول للعميل غير كمبيوتر جرب، لا، نتأكد اول من الضفيرة لقينا فيها خلل، وبإذن الله يستلم سيارته الليلة جاهزة. هذا الشباب على قدم وساق، يعني ما شاء الله صار كل واحد بيده مالتي متر وباور سكان وشيك يلا. هذا ايش المشكله اللي فيه؟ هذا طبعا اكسبلورر اخر برضو. الاي بي اس. طب ايش قاعد تسوي الحين؟ شيك الحساس. شيك الحساس ليش؟ مو شغال الحساس، مو شغال، فقاعد يتاكد المشكله في ضفيرته ولا في الحساس ولا في الفلنجه عشان يطلع القرار الصح والنهائي للعميل. وهذه الاكواد اللي باقيه فقط في الاكسبلورر، باقي كود واحد للحساس شكمان، للأسف لقينا الفيشة مكسرة حقة الحساس نفسه، فلازم يتغير. مضبوط، لازم يتغير الحساس ضروري. طبعا للأسف الثروتل كمان ملعوب فيها، يبغى لنا نشوف نزبطها لأنه ما تفتح الزاوية كاملة. وكمان الجير بوزيشن، لاحظوا الآن في الان تمام، لاحظوا في الريوس وهنا في البي. أوكي، طيب شوفوا لما نحط في الدي 1، لما نحط في الثري اعطاني ايش؟ 2 بعدين 3، لما نحطه في 2 1 بعدين 2 قاعد يشكل، لما نحط الجير في 1 الجير الان على الواحد برضو معطيني 2. وزنيه العصا هذه كمان فيها مشكله من الاسفل، لازم تتظبط. طبعا لاحظوا مغير الثروت الجديده ومع ذلك مو شغاله صح، لازم نرجع نتابع ايش المشكله اللي فيها. لكن حاليا هي تفتح بزاويه 80، فبنجرب السيارة على الطريق ونشوف الجير يبدل أو لا، اللي هو مشكلة العميل الأساسية. طبعا اللمبات ولمبة المفك ولمبة الماكينة والثروت اللي أنا معها رجع، ولكن الجير بوكس الآن لاحظوا ما شاء الله تبارك الله من أبدع ما يكون، يبدل، كان معلق في ترس واحد الآن الجير بوكس يبدل من أبدع ما يكون. بس ناخذ في السيارة فرة جولة تيست درايف ونرجع عشان نشوف بقية الأكواد ونتابعها. أتمنى بس أنه استفدتوا من كيف نتابع المشكلة بمنطق، أما شغلة نفحص كمبيوتر وخلاص هذه غير كافية.